بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصور تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم لكم ضمن سلسلة مختارات التقوى هذه المادة. يقول أهل السنة وفي شيعة، صح؟ أهل السنة والجماعة نرجو من الله تبارك وتعالى أن يميتنا عليهم، هو مذهب الحق بلا جدال ولا نقاش، وكل يقول لك أنا مذهب أهل السنة والجماعة، الشيعة يقول لك إحنا ثاني أهل السنة والجماعة. شوف كيف كل الطوائف، القاديانية، الباطنية، الإسماعيلية، أي طوائف منحرفة تقول أنا أهل السنة والجماعة، ولكن كما قال الشاعر وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. كل واحد يقول لك أنا سني، ولكن السنة معيش مش غير روح وقول أنا. لذلك يا إخواني الكرام، هذا سؤال في العقيدة مهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي رواه أهل السنن ورواه الإمام أحمد في المسند، يقول افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة. سمعوا الله يرضى عليكم. وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال اليهود افترقوا 71 فرقة، النصارى افترقوا 72 فرقة، المسلمين اللي هم أمة الرسول صلى الله عليه وسلم قال راح يفترقوا 73 فرقة كلها تروح للنار غير فرقة واحدة. الحمد لله ربي كرمنا بالصحابة، سألوه قالوا له يا رسول الله منهم هذه الفرقة اللي تسلك شكونها والباقي كلهم 72 أخرى تروح للنار؟ شوف شوف يا أخي اسمع، قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي رواية أخرى السنة والجماعة. قال لما قالوا كلهم يروحوا في النار إلا وحدة ما الصحابي ذا، قالوا شكون الوحدة هذه اللي تسلك ما تروحش للنار والباقي كل شيء يروح للنار؟ لذلك العلماء جزاهم الله خير مثل ابن تيمية كتب كتاب وسماه الفرقة الناجية، الفرقة هذه اللي تسلك والباقي كله في النار، كي داير الفرقة؟ قالهم ما أنا عليه اليوم وأصحابي، الشيء اللي راني نخدمه أنايا ويخدمه أصحابي، يعني سنتي وسنة الخلفاء الراشدين. يعني لما قال السنة والجماعة، وش من الجماعة؟ باش نفهم، إن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر بعضها بعضا. لما قال ما أنا عليه وأصحابي وقال أنا السنة والجماعة، السنة هي ما أنا عليه، الجماعة هي أصحابي، باش ما يصير واحد يروح لنا بعيد يقول لك الجماعة شكون الجماعة؟ جماعة الجماعة هذا ولا جماعة الجماعة هذا؟ ولا جماعة نتاع هذا ولا جماعة هذا؟ يقول لا لا جماعة هذه ولا جماعة الأخرى، المقصود بالجماعة جماعة الصحابة الكرام الذين كان الوحي بين أظهرهم ينزل، وهم الذين نقلوا إلينا العلم متواترا. شفت كيف؟ السنة يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والعمل دياله، والجماعة يعني جماعة الصحابة، يعني هذه الفرقة اللي تسلك تكون الخدمة نتاعها موافقة لخدمة الرسول صلى الله عليه وسلم وموافقة لخدمة الصحابة رضي الله تعالى عنها. لذلك أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه لما قال إذا جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، إذا جاء الحديث على الرسول على عيني ورأسي نخدم به، وإذا جاء عن الصحابة فعلى العين والرأس، أما إذا جاء عن غيرهم فهم رجال ونحن رجال. إذا جاء على الرسول قالوا الرسول على عيني ورأسي الحديث، داروا الصحابة على عيني ورأسي، داروا ناس واحد أخرين ما يهمنيش فيهم الناس هذو شكونهم، ماكش مسؤول عليهم. لذلك نحن ما علينا إلا نتبع إلا الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، من غيرهم ما فيش، هذه هي الطائفة الوحيدة اللي تنجو، لذلك سماها العلماء الفرقة الناجية، الفرقة اللي تسلك اللي تبع الرسول صلى الله عليه وسلم وتبع الصحابة كما داروا الدين. أما اللي قال لك الأخ الشيعة، هؤلاء الشيعة خصنا نعرفهم، مش كلمة شيعة، خلاص نرجع للتاريخ شوية. الله
كلمة شيعة يعني أنصار، يعني ناس ينصروا بعضهم بعض، يعاونوا. شيعته يعني أنصار في اللغة هذه. ولكن الشيعة يا إخوان هم الناس الذين خرجوا على مذهب الحق، وكان من ورائهم يهودي واسمه عبد الله بن سبع اليهودي اليماني، جاء من اليمن يهودي وجاء المدينة والتقى باليهود، ثم ذهب إلى العراق إلى الكوفة في عهد علي واتصل بالمجوس الذين دخلوا في الإسلام. كثير منهم دخل الإسلام على غير رضا، دخلوا في الإسلام وما همش راضيين به، قالوا كيفاش نديروا الإسلام هذا اللي ما ناش راضيين به؟ قالوا عليكم تدخلوا داخله وتخربوه. واليهود ثاني والتقوا اليهود مع المجوس عبدة النار، جاءهم هذا اليهودي اللي هو عبد الله بن سبا اليهودي اليماني، التقى مع الفرس عبدة النار اللي دخلوا في الإسلام، وكوننا لهم هذه العقيدة هذه. باش تشوفوا أنا نعطيكم وثائق تاريخية. عبد الله بن سبا هو اللي جاب فكرة الشيعة والتشيع، وتشيعوا العالي وبدا يكون في ذيك الفرقة، إن اليهود كرهوا الإسلام والمجوس كرهوا الإسلام وتعاونوا، قالوا الآن أنا لكم أن تحاربوا الإسلام من الداخل، ادخلوا فيه وندخلوا فيه ونخلطوا الداخل. راح عبد الله بن سبا بدا يدير الدعاية الإمام علي، الإمام علي الإمام علي الإمام علي الإمام علي، والناس غوغاء وجهال وعوام ومجوس وناس مختلطة، حتى كون فرقة. قال لهم هذيك الفرقة، قال لهم لما يخرج الإمام علي من مسجد الكوفة وتشوفوه خرج باب المسجد قولوا له أنت هو، لما يقول لهم أنا من هو قولوا له أنت الله. أقرأوا التاريخ، تاريخ العقائد راه مهم يا إخواني، باش ما يكلخوا لكم جماعة الخوميني أعداء الله. راه الخوميني أكثر من كوربا، تشوفوا له وش يسموه، هذاك حمر باين هاوليك، أما هذاك مخبي بعمامة تاع الإسلام ولحية تاع الإسلام وهي كلها زور وكذب. قال لهم لما يخرج الإمام علي قل له أنت هو الله، أنت هو. لما يقول لهم أنا من هو قل له أنت الله. خرج الإمام علي رضي الله تعالى عنه، قالوا له أنت هو، أنت هو. من أنا؟ قال لهم أنت الله، أنت خالقنا ورزقنا. يا ناس توبوا لله، هذا افتراء كبير وتعصبوا ولصقوا فيه. أول فكرة الشيعة والتشيع، جاب ابن عباس اللي هو فقيه الأمة، قالوا هؤلاء الناس قالوا زنادقة تضرب أعناقهم بحد السيف. هذا الناس زنادقة مرتدين خرجوا عن الإسلام، ضربوا لهم عنقهم بالسيف تهنى منهم. قالوا لا، الأمر أكبر من السيف. هذا الشرام قالوا شيء كبير، وشنو السيف هذا؟ قالوا نشعل فيهم النار. قالوا لا ما تديرهاش. قالوا نديرها. أمر الإمام علي رضي الله تعالى عنه بالخنادق أن تحفر، أحفر خنادق، ثم ملأها نارا حتى تأججت، ثم أتى بهم فردا فردا. هذه النار تتوب عن كلامك وإلا ترمى فيها، توب على كلامك ولا نرمي. يقول من توب؟ أنت هو الله، أنت اللي خلقنا ورزقنا. يرموهم داخل النار واحد تلو الآخر، واحد تلو الآخر، فأصبحوا يتراقصون في النار ويقولون الآن علمنا أنك أنت الله، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. واللي كذبني يقرأ تاريخ ابن كثير اللي هو البداية والنهاية، ويقرأ تاريخ ابن جرير الطبري اللي هو أوثق تاريخ إسلامي مع البداية والنهاية. يقول الإمام علي في الرز بتاعه ولما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. خذ بتاعه، قال لما شفت وأنا نجعله دارمي. شفت كيف من ذلك الوقت لما عرف باللي يكونها لهم عبد الله بن سبع اليهودي اليماني، قال علي به عدو الله. وهذا قتلك اليماني هذا اللي هو يهودي كان يمسك المنبر لما الإمام رضي الله تعالى عنه الإمام علي لما يخطب يمسك المنبر ويبدأ يبكي بكاء الثكلى. هو
ويتشيع له بشو بشو يبني له حتى كون الفرقة هذيك. لما سمع واش وقع هرب، راح لمصر، كانت مصر في ذاك الوقت تحت يد الإمام علي رضي الله تعالى عنه. قال له إذا لقيته فامسكه ووثقه وأرسله إلي على حمار منكس. قال له إذا لقيته قبضه وربطه وارسله على حمار منكس، يعني ظهره جهة راس الحمار ووجهه جهة قعدة الحمار، وارسله من مصر حتى الشام حتى العيرة. زاد هرب وراح للشام، قام خبي حتى مات الإمام علي، زاد خرج كمل الخدمة تاعه. هذا الناس هذو اللي هما الشيعة، ويقولوا احنا باش نفهمكم مليح، ويقولوا احنا نبغوا آل البيت وننصروا علي. علاش علي رضي الله تعالى كان ضعيف حتى يجوا المجوس يعاونوه، يجوا العجم يعاونوه؟ حاشا لله. كان الصحابة متظافرون وكانوا موجودين هما اللي يعاونوه. وإنما كما قلت لكم هؤلاء الناس لما شافوا الإسلام انتشر قلوبهم حرقت، قالوا عليكم تدخلوا وتخربوا. وبدأت الفكرة تاع الشيعة تطلع، والإمام علي مات ولا أولاده تحزبوا كذلك للحسين رضي الله تعالى عنه، وبدأوا يرسلوا له في الوثائق، هو في المدينة ويرسلوا له في الوثائق من الكوفة حتى لعنده، حتى بلغت 12,000 وثيقة، 12,000 خطاب، أرواح بايعوك، أرواح كل إمام واحد يرسلوا له 12,000 بشر يرسلوا له باش يديروا أمير. خلاص هذو أمة رفد هذه الوثائق كلها، جمعها وعمرها في الإبل، ورفد أولاده ورفد جماعته ورفد نساه ورفد أحبابه وتوكل على الله. مسكوا ابن عباس رضي الله تعالى عنه لاصق فيه عنق فيه ويبكي، قالوا راح تموت، يخذلوك كتلوا باباك ويخذلوك هؤلاء الناس، خونة ما هم الشيعة تاع الصح كذابين. قالوا كيف هاني رافد معي 12,000 رقعة كتبوها لي يرسلوها لي، غير الأعيان تاعهم ولا يعني ناس كبار وجاء، فما بالك بالعوام. لما كفر عليه وغلبوا في الرأي عنق ابن عباس بحرارة وقال له أستودعك الله من شهيد. قال له نودعك راح تموت شهيد. وفعلا يا إخواني الكرام تبعوني مليح، لما راح وصل إلى مشارف العراق ونظر فإذا الأرض حمراء، اسأل القافة الناس اللي معه يفهموا، قال ما هذه الأرض؟ قالوا له هذه أرض كربلاء. قال لهم رضي الله تعالى عنه، قال لهم كرب وبلاء، مصيبة فوق المصيبة مش كربلاء. فإذا به يرى الغبار قد انتشر، قال هذه شيعتي قد أتت. شاف الغبار طلع والجشبان، هم الشيعة توعيجة ويعاونوني. فإذا به دار به لدهم، فين شيعتي؟ تعالوا يا الشيعة تعاونوا الحسين رضي الله تعالى عنه. باش نقول لكم يا إخواني الكرام، ثقوا تماما أن الشيعة هم الذين قتلوا ذرية الرسول صلى الله عليه وسلم. تبعوني مليح، لأن واحد يعرضك لداره، يوجد لك العرضة، تجي انت لداره والدار تعرفها، يخرج على برا يقابلك وكذا حتى تدخل، ولا هو الناس راهم يضربوا فيك اليوم، يقول خليني منه وش ندير، انا عرضت لداري ما جاش وش ندير. الرسول صلى الله عليه وسلم لما عهدوه الانصار في بيعة العقبة الكبرى، خذلوه قريش ما مشوش معاه الا من رحم ربي، لما لقى الانصار الصحاح واش قالوا له؟ قالوا له يا رسول الله. لما قال لهم العباس رضي الله تعالى عنه كان يمشي معه، قال لهم يا ايها الناس اذا رايتم انفسكم انكم تنصروه فاني ادعه ان يذهب معكم، واما رايتم ان تخذلوه فان ابن اخي في منعه من قومه. هذا وليد خويا لا تستطيعوا تنصروه، وتستطيعوا تنصروه ثم يوم يدنا لي حتى واحد ادوه هو معكم. عمه كان يمشي معه، وإلا شفتوا روحكم ما تنجمولوش تخلوا ناس يأذوه، راه وليد خويا راه هنا في المناعة تاعي حتى ما يدنا لي. واش قالوا له للرسول صلى الله عليه وسلم الناس اللي وفاوا الذين سموا أنصارا وبقوا أنصارا؟ ما همش الشيعة الكذابين اللي قالوا له تعالى وخذلوه،
قالوا لا أعلم يا محمد. يا رسول الله إنا لنمنعك مما نمنع منه نساءنا وبناءنا. قالوا يسمع. قالوا والله غير كما نمنع أولادنا ونساءنا ما يصدمش عليهم واحد نمنعوك، ما خلوش واحد يدن عليك. قال لهم العباس ما لدوه روحه. لما لدوه روحه التاريخ يشهد والهجرة راكم تقراوها، يقول لك المدينة منذ أن علموا أن ركب الهجرة آت الركب المبارك راه جاي، كل صبح يصبح ويطلعوا كل واحد عنده مشرفة يطلع فوقها، اللي عنده دار يطلع فوق الدار، اللي عنده كدية يطلع فوق الكدية، اللي عنده نخلة يطلع فوق النخلة يعس حتى تغرب الشمس، ثم يدخلون إلى بيوتهم. فلما تشرق الشمس يخرجوا يطلعوا يقابلوا محمد وجاي الفرحة تغمرهم. الأنصار بحق حتى جاء ودخلوا صدموا يتشاروا. كل قبيلة تقول يا رسول الله إلينا، نحن أهل السلاح والحلقة كابر عن كابر، احنا أصحاب السلاح وأصحاب الحرب كابر على كابر، وارثينها جد على جد. عندنا قبائل كل قبيلة تعرض تقول له حط الرحال تاعك، وهو يقول لهم دعوها فإنها مأمورة، دعوها فإنها مأمورة، خلوا الناقة راهي مأمورة، وين حبست هي هذه؟ الشيعة صحيح لو كانوا يبغوا آل البيت ويبغوا الحسين رضي الله تعالى عنه ويبغوا 25 شهيد اللي ماتت من آل البيت في موقعة كربلاء ولم ينجو منهم إلا زين العابدين رضي الله تعالى عنه، منه تناسل الأشراف. لو كانوا يبغوا سلالة الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح، ماشي كانوا يعرضوا لهم ثم؟ يعرضوا لهم لم يعرضوا لهم؟ واحد اللي يبغي واحد، وبعدين هذا الواحد ما هو سهل، هذه ذرية الرسول صلى الله عليه وسلم راهي جاية، النبوة جزء من النبوة راهي جاية، يلزم نتعرضوا لها هناك باش تعد ما يدنا ليها. هما عارفين باللي كاين عدو، عارفين الشيعة باللي هاد الناس عندهم عدو غادي لابد يخرجوا ليهم، خذلوهم ما خرجوش ليهم ولا بحثوا عليهم. لما خزر لقى الخيل أحاطت به نظر، فإذا هي خيل يزيد بن عبيد الله اللي هو العدو تاعو. وين الشيعة تاعو؟ قالوا ما عندك حتى شيعة. قالوا الناس كلهم راهم دايرين يديهم في البيعة تاع يزيد وخلاص ما عندك والو. قالوا هم لا خليني نرجع. قالوا عندي ثلاث خيارات، أي واحدة أعطيتها لي نخدم بها. الحسين بن علي رضي الله تعالى أعذر نفسه رضي الله تعالى عنه، أعذر نفسه قالوا أما لك الشيعة تاعي ما جاتش وخذلوني وسلموني للعدو، عندي ثلاث خيارات أي واحدة تعطيها لي نخدم بها. قالوا هات العدو تاعه الأمير تاع العدو. قالوا إما أن تتركني أذهب إلى الثغور وجاهد في سبيل الله، تخليني نعقب من النار روح نقطع جهة تركيا روح نحارب في سبيل الله، وإما أن تتركني أرجع إلى المدينة، وإما أن تتركني أذهب إلى يزيد بن معاوية. لأن ما تغلطوش، لأن كثيرين يقول لك يزيد بن معاوية هو اللي قتل الحسين، هذه غلطة كبيرة. يزيد بن معاوية كان رجلا مؤمنا، كان تقيا نقيا، كان فارسا شجاعا، أمره معاوية بن سفيان رضي الله تعالى عنه أمره على عدة جيوش، وإنما هو كان أمير المؤمنين في ذاك الوقت كان في الشام. يزيد بن معاوية كان في الشام، والقضية وقعت مع يزيد بن عبيد الله في العراق في كربلاء. قال له شوف تخليني نرجع للمدينة، تتركني نروح للثغور، خليني نروح لوليد عمي قرشي كيما نايا، معصل كيما نايا، نتفاهم انا وياه اللي هو أمير المؤمنين يزيد بن معاوية. قال له ما خليكش تروح ليه حتى تروح الأمير العراق وتجعل يدك في يده وتبايعه. قال له ما خليكش تروح لوليد عمك هناك، ولا خليك تروح للشام، ولا خليك ترجع للاهور، حتى تروح للعراق ودير يدك في يد أمير المؤمنين انتعنا انتع العراق ثم خليك تروح. قال له لا هذاك ماهوش ندي، ما نديرش يدي في يده. قال له لم يبقى لك إلا السيف. قال له أنت وذاك. قال له ما بقاش ما لغى الحرب، جرد سيفه رضي الله تعالى عنه وجاهد جهادا مستميتا حتى مات، وماتوا معاه 25 من خيرة شباب البيت.
الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينجو منهم إلا زين العابدين رضي الله تعالى عنه. احتضنته عمته وكان مريض، كان في عمره 20 سنة وكان مريض مع الصب راسه، جاءوا يقتلوه. احتضنته زينب رضي الله تعالى عنها، قتلوا لا قتلتوه قتلوني. إذن احنا نشوفوا هذا اللي رام يقولوا الشيعة، وإحنا نبغوا آل البيت ونبغوا علي ونبغوا الحسين ونبغوا فاطمة. لو كان يبغوهم يبغوا سلالة الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانوش جاءوا اعترضوها. انت اللي تبغيه تعرض له ولا تخلي حتى يقول لك فلان يوجا وانضرب، انت وين كنت يا اخي؟ تاني قتلوا ارواح الرسول صلى الله عليه وسلم. ما قالوا له ارواح، خرجوا يعرضوا له كل صباح، يطلعوا فوق ديارهم يعسوا، حتى لما شافوه جا راحوا حتى لقوا به يجاروا، وكل قبيله تقول له عندي يا رسول الله، عندي، راني عندي السلاح وعندي المنعه ننصرك تعد مدنا لك. اذن الشيعه يا اخواني هم الذين قتلوا اهل البيت لانهم خذلوهم وتركوهم. شفت كيف زادت تطورت حتى داروا مذهب؟ لما داروا مذهب ولا عندهم قرآنهم وحده، قصكم تعرفوا ما يغلطوكم، ترى يجوا للمؤتمرات ويجوا كذا يقول لك مصحفنا واحد قرآننا واحد. لا، عندك عندهم مصحف فاطمة. شفت كيف؟ وانا نقول لكم وربي شاهد على قلبي، عشت في الحرمين الشريفين 15 سنة بين المدينة ومكة، عمري ما شفت شيعي يرفد المصحف ويقرأ فيه. كل واحد يجبد مصحفه ومن جيبه يقرأ فيه لما يكمل يديره. كان مرات شفت واحد يقرأ فيه، يرفض مصحف قرأه، كلمته قال لي أنا سني على مذهب أبي حنيفة كيما احنا. شفت كيف؟ يقول لك هذاك مصحف تاعكم طايحة منه صورة وطايحة منه كذا وطايحة منه كذا، واشنا الصورة اللي طايحة؟ قال لك صورة الولاية طايحة. دي دايرة صورة الولاية موجودة في المصاحف تاعها، اسمعوا نقراها عليكم وقولوا هذا قرآن ولا جياح. هذا سورة الولاية، يا أيها الذين آمنوا، كلام شيطان ما هوش كلام قرآن، كلام الشياطين. نقراها عليكم، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنبي والولي اللذين أرسلناهما إليكم يخرجانكم من الظلمات إلى النور. هذا قرآن؟ هذا حاشا لله، هذا كلام سامج ما يصلح ولو، كلام تمجه العقول تمجه الألسن. آمنوا بالنبي والولي، آمنوا يعني بمحمد وآمنوا بعلي، يخرجانكم في زوج جاء ويخرجكم. علي جاء خرجنا، علي هو الرسول خرجه صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم جاء خرج الأمة كلها بما فيها علي وبما فيها غيره. كيف علي يصبح هو ند مثل سيدنا موسى مع هارون، يصبح أنداد وأنبياء في زوج؟ يعني صح، سيدنا موسى مع هارون ربي سبحانه قال اذهبا في زوج، روحوا في زوج، فقولا في زوج انت وخوك. بينما الرسول صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، ما يعاونوا لا علي ولا يعاونوا عمر ولا يعاونوا ابي بكر الصديق. يقول لك هذولا امنوا بالنبي والولي اللذين ارسلناه. ينصحك واش تفهم منها؟ يعني يا محمد افخر افرح اننا جعلنا علي نسيبك، واش تفهم منها؟ على ان علي اعظم درجه من النبي صلى الله عليه وسلم. لان انت كي تناسب الملك ولا تناسب رئيس ولا تناسب وزير ولا غني، انت تفرح به ولا هو يفرح به؟ شكون اللي يفخر يروح في الطريق يقول لهم انا نسيب فلان ولا هو؟ يا اخي انت اللي تفرح به، قول لهم انا نسيب الملك، انا نسيب كذا، انا نسيب ليه، ولا هو يستحي ما يقولش نسيب فلان ما عنده والو. زيك يصبح الرسول صلى الله عليه وسلم يفتخر بعلي، بل علي هو الذي يفتخر بالرسول صلى الله عليه وسلم لانه سيراه واخرجه من الظلمات الى النور. لا، هو يقول لك يا محمد افتخرنا علي نسيبك، لأنهما يعتقدون في قرارة ذاتهم ويعتقدون في معتقدهم الفاسد أن علي أعظم من الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن عنده في كتب تاعهم، احنا قرينا كتبهم وعندي كتبهم، انا ما نتكلم لكم شو يقول لك لا تكتبوا علينا، انت ما قريتوا كلام ابن تيمية وكلام كذا وراكم جيو. احنا والله غير جبت كتبهم من باكستان، جبتها بإذن الله وهي اللي نقراها وهي اللي نرد منها وهي الدليل تاعي. لأنهم واش يقولوا؟ يقولوا جبريل لما جاب الرسالة غلط، بدل ما يديها لعلي اديها للرسول صلى الله عليه وسلم. أسيدي كما يقولوا باللغة العامية نديروها جدلا، غلط جبريل باش تشوف الكفر تاعهم وين رايح، لأن العلماء الذين قالوا هم كفار شيعة كفار عندهم الحق. لأن طيب تعالوا نجادلهم، تعالوا نمشوا معاهم،
أسيدي جبريل غلط، جبريل مخلوق يغلط، صح يغلط. وطيب وربي سبحانه ما يصحلوش الغلط. الآن يا إخواني الكرام يجوزون الغلط حتى على الله تبارك وتعالى. إذا كان هو جبريل غلط يا ربي سقم له الغلط بتاعه، ما سقمولوش، خلا يدي الرسالة يديها لمحمد، وهي كانت أصلا جاية العالي، ربي يرسلها العالي وجبريل غلط اديها لمحمد، يا ربي ردها العالي، علم جبريل يردها. هم جوزوا الغلط حتى على الله تبارك وتعالى. اللي جوز الغلط على ربي سبحانه قالوا إيمان، قالوا إسلام. الله تبارك وتعالى برأ أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، برأها من فوق سبع سماوات. ونعطيكم الحكمة الدقيقة علاش برعها ربي وما برعهاش الله صلى الله عليه وسلم، باش تعرفوا يا إخوان الأمر خطير. عائشة على بالكم في التاريخ في غزوة بني المصطلق تهمت بالزينة، وجلس الرسول صلى الله عليه وسلم شهر ويتعذب. الأمر صحيح ولا مش صحيح؟ عائشة على بالكم في التاريخ في غزوة بني المصطلق تهمت بالزينة، وجلس الرسول صلى الله عليه وسلم شهر ويتعذب. الأمر صحيح ولا مش صحيح؟ يتعذب شهر الرسول صلى الله عليه وسلم ويتعذب، حتى نزل عليها الله تبارك وتعالى وحي إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. وكانت عائشة في دارها وأمها أم رومان رضي الله عنها. يا إخواني يا ما كنتش متعطلين ولا كنتم تستعجلين تبغوا ولا احنا رانا إخوان وهذه فرصة، جزاكم الله خير. أبوها وأمها أم رومان وأبي بكر الصديق جالسين وعائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين معهم. فإذا به الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي، فأخذ غفوة، أخذ غفوة كما عادته في الوحي. لما فاق قال أبشري يا عائشة أبشري، قرأ عليها الآيات تعتبري أن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم. الآيات قال باباه يمها قومي فقبلي رأس رسول الله. نوضي سلمي على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم، راه نزل الآيات وراك تبرأتي خلاص راك نقيا. شوف واش قالت المؤمنة الصديقة بنت الصديق العفيفة بنت العفيف، واش قالت؟ قالت له والله لا أقبل رأسه، والله لا أشكر إلا ربي الذي برأني من فوق سبع سماوات، والله ما نقبل ولا رأسه، ربي اللي برأني. قال له ربي سبحانه أنت يا محمد ما تبرأهاش، لأن لو كان تبرأها المنافقين اللي يقولوا ما توخب عليها. هو برأها بالقرآن الصريح، والشيعة ما زالوا يقولوا هي زانية والعياذ بالله. في كتبهم هذا الكافي يقول لما يخرج الإمام عجل الله فرجه، هكذا يقولوا لما يخرج الإمام عجل الله فرجه يذهب إلى قبر اللي إلى قبر عمر وقبر أبي بكر الصديق فيخرجهما ثم يحرقهما ويذرهما في الهواء، ثم يتيمم قبر عائشة فيخرجها ويقيم عليها حد الزينة. والله الذي لا إله إلا هو أنها في كتبهم. ولكن لما لم يجدوا عالما سنيا فقيها متبعا للسنة مدركا لحقائقهم يروجون علينا الألاعيب. لما خرج هذاك الباكستاني جزاه الله خير اللي درس في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة اللي هو الشيخ إحسان إلهي ظاهر، وكشفهم كشف لم يكشفوا مثله بعده أبدا، واش لقاو؟ راحوا ليه يساوموا بالفلوس، هو دار محاضرة وكلمنا فيها، قالوا له شوف نعطوك كذا من مليون دولار حبس كلامك ما تجيش تهضر، وجيب كتبك هذيك حرقها ونتهناو، وانت لا تهضر ولا نحن نهضر. الولد ذكي بلا مليون دولار بلا شيء، نجيب كتوبي نعرمهم منا وجيبوا كتوبكم عرموها منا، انا ما حرق كتوبي وانتم حرقوا كتوبكم، كتوبكم الاصول تاع بكري اللي راكم تنقلوا منها الكفر، انا نحرق وانتم ما حرقوا ونتسالكوا. قالوا له لا هذه تكتب انت كتبتها بيدك، وهذه كتب احنا كتب اصول كتبوها جدودنا. قال مما لكتب كتبها جدودكم وهي أصول فهذه كذلك كتب كتبتها بيدي ردا على أصولكم. السلام.
أنا ثاني هذه كتب أنا ما جبتهاش كذبت عليها، أنا راني نقرأ كتبكم ونرد عليكم، ولا عندكم حاجة صحيحة ردوا عليا. داروا له مؤتمر وكذا، كان في مؤتمر سني ولا مؤتمر كذا، طرابيزة كما هذه، جابوا له مزهرية في الوسط كما تقولوا أنتم فاز بتاع النوار، وعمروا بالنوار مشموم، وداروا له الماء ولا ما داروا لهش، وداروا قنبلة كبيرة لدخل وحطوها في الوسط عنده وين يعتر هو، وهي مؤقتة أقتوا عليه طرد قتاليه، دخلت له حوالي 70 شظية في لحمه مسكين. نقله الملك نفسه السعودي، نقله بطائرته الخاصة من باكستان من بيشاور حتى للرياض، وأدخله مستشفى القوات المسلحة الملكية، فتوفي ودفن رحمه الله، إن شاء الله يكون شهيد بإذن الله. هذه عندها ما يزيدش على 3 سنين، ما لا تزيد على 3 سنوات، ودفن بالمدينة، لأن الوصية تاعه كانت يدفن في المدينة، وجمعه باباه وجمعه الإخوان من باكستان على نفقة السعودية، وكانت يعني مأتم كبير. شفت كيف هذا الإنسان لما ما قدرولوش، لأنهما الشيعة معروفين، إلا تعرف الألوية الحمراء تاع الطاليان هما الشيعة، يهدروا معاك مرة ويتحاوروا معاك الثالثة ولا الرابعة يقتلوك، وكم قتلوا من واحد. لذلك يا إخواني عقائدهم من أفسد العقائد. لذلك ابن تيمية رحمه الله يقول هم أخطر على الإسلام من اليهود والنصارى. أنا راني نقولهم برأ ذمتي، ولا راني نكذب قولوا راك كذاب، والله ما أردت لكم إلا النصح، والله ما أردت لكم إلا النصح، والله إن عقائدهم من أفسد العقائد. وكما قلت لكم قال شيخ الإسلام ابن تيمية الذي هو آخر المحققين المسلمين، قال هم أخطر على الإسلام من اليهود والنصارى. وبعدين ما يخفاكم كل مصيبة وقعت للإسلام إلا لما الإنسان يقرأ التاريخ يجد من ورائها الشيعة. حتى المتأخرين المحققين وجدوا أن الحرب الصليبية اللي تسموها بالفرنساوية الكروازات، شكون اللي حلهم الشام؟ الشيعة حلهم الشام. لما لحقوا الشام وجدوا الحصون محصنة، ما استطاعوش يصدقوا، جاءوا الترك وجاءوا زادمين، لما لحقوا الشام دولة إسلامية متمكنة، الحصون مربوعة مربوطة، ما لقوش كيفاش يدخلوا. شكون اللي احتال على المسلمين باش حلوا الحصون؟ هم الشيعة. كل مصيبة دخلت للدولة الإسلامية إلا من ورائها الشيعة، وقد فعلوا فينا أفاعيل. ولما جاء التتار والمغول، جاء من هناك من منشوريا من منغوليا من الصين، وجاء زادم على الدولة الإسلامية يهتك فيها، لما لحق العراق كذلك لقى حصون محصن، أبقى محوطها عن بعيد. خرجوا الوزراء الشيعة، وزارة تاع الأمير يخدموا منه ويخدموا منه، نصير الدين الطوسي وابن العفاني راحوا لهما، قالوا تدخل، قالوا بغيت ندخل كيف ندخل، قالوا المهم احنا نرجو لك عامل مؤمنين حتى لعندك. وهذا اللي يبغى يقراها كذلك يقراها في البداية البداية والنهاية في المفصل. قالوا له احنا نجيب لك امير مؤمنين حتى لعندك، ولكن لما تمسوا وتوثقوا اوامر تركتلين نوش نحن نضبط نقر خلاص نقدر نجيب عمر. راحوا الأمير المؤمنين قالوا الناس وراء الحصون، قالوا بتنأذنوا، قالوا الناس مسلمين مؤمنين وراء الحصون، انت تقول لي من الحصون تاعك وخذ بيع عمر بغاو يبيعوا راهم يكبروا مطمع الأذان. قال اسمع الأذان شي قصد الحصون، راح راحوا قالوا له جيب ناس وجيب علماء تاعك، 7 سن خرجت معه وبها، وكان عنده 100,000 جندي، بدأوا يكلخوا له، بدأوا الجنود هذو ياكلوا ويشربوا قاعدين وكذا، بدأوا روحوا لدياركم روحوا لدياركم، حتى بقى عنده 1000 جندي، شدي له 1000 جندي. لما خرج وثقوه قبضوه وكتفوا العلماء كلهم، وقالوا له الآن أعطينا احنا الإذن نبدأوا في العلماء هذ السنين هم الأولين، نذبحوهم ونروحوا لديارهم، من نسى تحملين قانا كرشها خارجا نقطعها باش ما تولدش يودي يخرج عالم كيما باباه.
والله ابن كثير واش قال في البداية والنهاية؟ قال والله لقد فعلوا بالمسلمين أفاعيل حتى بكتهم اليهود والنصارى. اليهود والنصارى بكوا علينا، قالوا علاش تديروا في المسلمين هكذا؟ واش داروا لكم؟ واش داروا لكم السنيين باش تديروا لهم هكذا؟ أقرأوا ابن كثير، قرأوا البداية والنهاية وقولوا الشيخ راه يتكلم. فعلوا فينا الشيء اللي فعلوه اليهود والنصارى، بدأوا يبكوا علينا. قالوا احنا عشنا مع المسلمين، عشنا مع السنيين، ما لقينا فيهم حتى اذى، وعلاش تديروا فيهم الشيء؟ علاش تديروا فيهم الباطل؟ شفت كيف؟ وبعدين باش نبين لكم ثاني، هذا الخميني عدو الله، ربي اراحنا منه ان شاء الله، ما يجعش منه خليفه واحد اخر كما هو، ولا اقل منه ولا دون، الله يهلكهم كلهم. هذا الوزير هذا يسموه نصير الدين الطوسي، باش تفهموا مليح لان القضيه عندها جذور. هذا نصير الدين الطوسي، ابن كثير، ابن القيم، ابن تيمية، ابن جرير، كل العلماء الأجلة، علماء أهل السنة والجماعة، وش يسموه؟ يسموه نصير الكفر، نصير الشرك، نصير الطاغوت، كلب هو لاكو، لأنه هو اللي دار التخريب كله، وخرج الخليفة وخرج المسلمين وخرج السنيين، الهولاكو ذبحهم. تعال الخميني وش يقول هذا؟ انتظرك تسمع واحد يقول حاشا لله فرعون عليه السلام، دخلك في عقلك، دخلكم في عقلكم. يا كلما ذكر فرعون يذكر باللعنة، صح ولا مش صح؟ يقول هو في الكتاب التوراة توزع هنا في الجزائر، بالك واحد منكم عنده روح يقرأ ويقول الشيخ يكذب. اللي سماه الحكومة الإسلامية، دستور الحكومة، الحكومة الإسلامية أو دستور الحكومة الإسلامية، وش يقول؟ وقل ويقول ومن أعظم الرجالات الذين افتقدهم التاريخ أمثال الخواجة نصير الدين الطوسي، فما أحوجنا إلى مثله. قال للرجالات الكبار اللي افتقدهم التاريخ الإسلامي، رجال كبار راحوا، كيما الخواجة نصير الدين الطوسي، قالوا شحال يبغوا باش نحتاجوا كما هو، يلزمنا شحال كما هو. بدل ما تقول إذا كنت مسلم مؤمن صحيح وتكون سني وتكون تبغي الإسلام، واحد خرب الإسلام تقول هذاك راه خرب الإسلام، لأن المؤرخين المسلمين كلهم حكموا باللي هذا الإنسان نصير الشرك ونصير الكفر ونصير الطاغوت ونصر هولاكو وكلب هولاكو وتبع هولاكو، اللي هو جاب التتار وجاه جمع الدولة الإسلامية كسرها وخرب العراق خراب كما قال ابن كثير، خراب لم يعمر حتى الآن. تقول انت عليه من أعظم الرجالات الذين خلفهم الذين سجلهم التاريخ، واحد يقول فرعون من أعظم الرجال ولا من أعظم الكفار المشركين. لذلك هو علاش هو هكذاك باش يعلم شيعته يتكون منهم مثل هؤلاء حتى يخيفوا علينا والعياذ بالله. ومشكلتنا كبرى يا إخواني، الإنسان إذا كان شاف واحد من أصحابه بدأ يتشيع ولا يمشي مع الشيعة ينبهه، لأن احنا أغرار سذج ما نفهموش، ما نشعرف ايش دور الشيعة. لأن يقول لك دولة إسلامية، حكومة إسلامية، شكون ما يبغيش حكومة الإسلامية؟ يجوهم من هذا الباب هذه، شفت كيف؟ بينما عندهم عقائد فاسدة، وإذا كونوا دولة، نرجو من الله لا تكون لهم دولة إن شاء الله، ولا تقوم لهم قائمة، ولا يرفع لهم راية إن شاء الله، ولا تكون لهم ولاية. وش يديروا في كتبهم؟ يقولون إذا رأيت اليهودي فاتركه فله ذمة في كتابي، وإذا رأيت النصراني فاتركه فله ذمة في كتاب الله، وإذا وجدت السني فاقتله فليس له ذمة في كتاب الله. يعني احنا اللي رانا نقولوا نبغوهم، رانا غافلين بزاف. فيقوا أيها الشباب، فيقوا، فيقوا خاوتكم، والله لو تكونوا لهم دولة وإن شاء الله ما تكونوا مش دولة، والله يقول لك القدس كذبوا، يضرحوا القدس، يروحوا القدس، هما الطائرات اللي كانوا يضربوا بها العراق كلها مهندسين إسرائيليين، شفت كيف؟ كلها الهندسة بتاعها والتقنية بتاعها وقطع الغيار بتاعها كلها من إسرائيل.
لان كما قلت لكم انا مقبل ما تنساو شيء، جذور اليهود مع جذور الشيعة جذر واحد، شجرة هكذا. اليهود راحوا منا والشيعة راحوا منا، ولكن الاصل واحد، لان الذي صنعها هو عبد الله بن سبأ اليهودي اليماني. لذلك اذا بغيت تهيج واحد شيعي وتهبله وتشوفه كيفاش، قل له تعرف شخصية في التاريخ واسمها عبد الله بن سبأ، يغضب يقول لك ما كاينش. علاش؟ لان الا قلت الا قال لك كاين، قل له هذاك هو جدكم اللي دار لكم العقيدة، ينكروه يقولوا ما كاين شيء. ودخل معهم حتى طاح حسين كالخولو لما كان كاتب عربي كبير كالخولو، وقال لهم قضية عبد الله بن سبأ هذه افترها التاريخ الإسلامي وأدخلها في طياته، فليس لها علاقة بالتاريخ الإسلامي. بينما كما قلت لكم التاريخ الموثوق به، التاريخ المعتمد اللي هو تاريخ ابن كثير وتاريخ ابن جرير وكذلك كتب ابن قيم وابن تيمية، العلماء السنيون الذين يعتمد بقولهم كلهم جابوا شخصيات أصبحت متواترة، لأن الأمر المتواتر ما يجبوش يكذبوا فيه الناس. حاجة كما هذه جاية من إمام علي حتى الضرقية فيها كذب، نقلها جمع عن جمع عن جمع حتى لحقت لينا، نقولوا احنا هذه يقول لك هذه مكذوبة، لأن الشيعي متاحنا نقول له فيه هناك شخصية واسمها عبد الله بن سبأ في التاريخ الإسلامي، يقول لك ما كاينش هذيك، يغضب يقول لك هذه كذبت وجبتوها ثم دخلتوها، لأن إلا قال لك كاين قل له هو اللي دارها لكم، هذا هو اللي كون لكم العقيدة الفاسدة، وهو اللي كون لكم عقيدة التشيع اللي هي فرع من اليهودية وفرع من المجوسية. أفهمت الآن؟ إذن المذهب بتاعنا الحق الذي ندين الله به ونرجو الله تبارك وتعالى أن نموت عليه حتى نحشر مع صاحبه اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، هو مذهب أهل السنة والجماعة. وسائر المذاهب وعلى رأسها الشيعة كلها مذاهب كافرة، وبالأخص الشيعة. قلت لك العلماء تاعنا المحققون قالوا هم أخطر على الإسلام من اليهودي والنصارى، لأن يهودي ونصراني باين هاولي كذاك في الكنيسة وهذاك في البيعة، أما هذا يقول لك لا لا الله محمد رسول الله ويجي معاك، يدخل الطواف يطوف معاك، يدخل الصلاة يصلي معاك، لما يقول الإمام الله أكبر يخرج هما ونساءهم وجرايحين، وشفتهم يقفل الحج، اللي يدخلوا ناس يتجلسوا كرع بكرع ويتكيف لداخل الحرم، هذا تقول عليه أنت مسلم؟ طيب سيدي بغيت تكيف روح للبحر وتكيف، علاش تنكيفينا وتحرقنا قلوبنا وتجلس داخل الكعبة والإمام يصلي وتتكيف؟ واحضر معاك أنت، اهضر معاك أنت، وتقول أنت من أين يدخلوا الإمام؟ وين يجي الإمام؟ مين يدخل؟ راهم الناس كفرة، وقولها وانا عارف واش نقول، لان قريت كتب الاوائل وقريت كتب الاواخر وعشت مع علماء اجلاء كبار كيما الشيخ بن باز، كيما الشيخ ناصر الدين الالباني، كيما الشيخ العثيمين، كيما الشيخ ابو بكر الجزائري، الله يبقي في عمرهم ان شاء الله كلهم وربي يبارك فيهم ويبقوا دعاة للاسلام. هؤلاء كلهم يلعنونهم ويقولون لا حظ لهم في الاسلام، هادو علماء توعنا، هادو يخافوا الله باش يروحوا يكفروا مؤمن، راي تكفير المؤمن صعيب، اذا قال الانسان لاخيه يا كافر ولا يا منافق فقد باء بها احدهما، اما الكفر يكون صريح فيه والا ينقلب على صاحبه، ما يسلك حتى واحد منها، اما صاحبك هذاك يكون كافر صحيح يلصق فيه الكفر، والا ما كانش كافر يرجع لصاحب، يرجع الى قائله. لذلك هؤلاء الناس لا حظ لهم في الاسلام، لان قرانهم غير قراننا، وأصولهم التي يستمدون منها الأحكام غير أصولنا، ما يستعرفوش بالفقه تاعنا، والسنة تاعنا اللي احنا نستن بها ما يستنوش بها هما، ويخالفون في كل شيء. لأن بعض الناس يقول لك لا احنا يا نختلفوا في الفروع، نختلف في الفروع وفي الأصول، لأن القرآن أصل، القرآن أصل ولا فرع؟ خلاص مادام يقول لكم أنتم عندكم قرآنكم وإحنا عندنا مصحف فاطمي في سورة الولاية زايدة وفيه بعض الآيات داخلين في الوسط، شفت كيف؟ أما التفاسير فحدث عن الكفر ولا حرج، تفاسير تحم حدث عن الكفر ولا حرج، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ربي سبحانه قال بني إسرائيل سيدنا موسى قال لهم أذبحوا بقرة، علاش يذبحوا بقرة؟
قبيلة مع قبيلة تضاربوا، واحد قتل واحد رماه على باب القبيلة، ناضوا ديك القبيلة راح يتكاتلوا، قتلتونا وليدنا قتلتونا أخونا، قالوا علاش نتقاتل؟ سيدنا موسى موجود نروحوا نتشارعوا عنده، شكون قتل هذا الإنسان؟ ربي سبحان الله سيدنا موسى عليه السلام طلب ربي سبحانه قال له بغينا نعرف شكون قتل الإنسان، قال له ربي سبحانه قول للناس التواعق بني إسرائيل يذبحوا بقرة، راح لهم قال لهم اذبحوا بقرة باش تشوفوا اليهود، إذا سمعت أنت في اللغة العربية إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، بقرة نكرة مطلق بقرة، بقرة نكرة جات نكرة، لو كان قال اذبحوا البقرة معرفة لابد لا تنصرف إلا بقرة معينة معهودة في الدين، ولكن مدام قال بقرة أي بقرة تقدر في الطريق تذبحها، سمينة عريضة طويلة عجفة مقروسة ماشي ما يهمك، بدأوا يتعنتوا كيفاش دايرة كيفاش كذا، وربي سبحانه يزيد لهم في الشروط يزيد لهم في الشروط، لذلك الله صلى الله عليه وسلم يقول شددوا فشدد الله عليهم حتى لقاو هذيك البقرة بالأوصاف تاعها لقاوها عند واحد يتيم، قرأوا في التفاسير تلقوها لقاوها عند 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 واحد يتيم هو ويماه البقرة، قالوا له هذا البقرة راح طاح فيها الوصف تاع التوراة بيعها لنا، إيه قال لهم أنا بابا ما خلى لي غير هذه كيف نبيع حيكم، قالوا له وإحنا تم التوراة ما قالت غير على هذه، لينا شددوا لو كان ذبحوا أي بقرة في الطريق كان سلكت، فشددوا فشدد الله عليه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وبدات في الحزارة كما يقولوا وبداوا يسلموا عليه وبداوا يكلخلوا وبداوا كذا وبداوا الجماعة يتوسطوا حتى رضى ورضى باش، قال أن تملأوا مسكها ذهبا تقدروا الجلد تاعها وتمعمروه بالذهب عاد تدوها، ولاو ينحوا في مسايس نساهم ويبيعوا ويشروا ويجيبوا وكذا، وحتى جابوا كوم قد البقرة تاعك هذا قلم يلا دو البقرة ذبحوها، واش كاين كي ذبحوها؟ قلنا ضربوه ببعضها يعني نحو اي شلخه من البقره، نحو كراحها نحو كعالتها، المفسرين خاضوا المهم رب سبحانه قال ببعضها نحي طريف الحم وروح ضرب الميت بالميت يطلع الحم، كيف يا اخي مرام يديروها في الرياضيات يقولوا الناقص بالناقص يساوي زي، لا تقول ضرب الميت بالميت يرجع حي، راحوا نحاو قرضة من البقرة الميتة وضربوا بها الرجل الميت اللي طايح ناف، قال قتلني فلان ابن فلان ابن عمي لكي يأخذ ميراثي، ثم أضرب هذا الرجل عرفوا عرفوا شكون اللي قتل هذا الإنسان هذا وعلاش قتله، وبعدين واحد يبغي يفهم يقول طيب وعلاش قال بقرة ما قالش نعجب ما قالش كذا ما جاش في حاجة أخرى، خصكم تعرفوا القرآن أنا ليش قلت لكم أنا في الأول يبغي التدبر تفهموه، لأن بنو إسرائيل عندكم الخبر أنهم عبدوا العجل، عبدوا كما تقولوا أنتم الوكريف ولا عبدوا عبدوا شي سواش تقولوا هذا يا ربي العجمي ولا الفرد، هذا الوكريف والعجمي والفرد شكون تولدوا؟ تولدوا العودة تولدوا البقرة، لذلك ربي سبحانه قال لهم الذبح الذي يلد معبودكم حتى تعلموا أن الذي يلد معبودكم سيموت وأن معبودكم قد مات اللي هو العجل، حكمة كيفاش اللي يولد لكم ربكم ينذبح اذبحوه أنتم لأنهم عبدوا العجل عبدوا الوكريف اللي تولدوا البقرة، قال لهم اذبحوا إذن اللي يولد لكم ربكم اذبحوه باش تشوفوا نفسه هذا اللي يولد لكم الرب يموت، إذن الرب ميت تاعكم ما ينفعش، إذن الرب الذي لا يموت هو الله، هنا الحكمة في ذبح البقرة في ذاتها ووصفها، ما قاش اذبحوا كذا ولا اذبحوا كذا اذبحوا بقرة، وما قالش عجمي لأنه يقول لك العجمي هذاك راه موسى سيدنا موسى راه ذبحوا ورماه وحرقوا ورماه في اليم نزيدوا نذبحوا اللي تولدوا باش اللي تولد العجمي والعجمي اللي عبدوا بني إسرائيل ما ينفعش كإله سيموت ويذبح ويموت،
هذا تفسير أهل السنة والجماعة، تفسير مليح ولا مش مليح؟ باين واضح. كل كتاب تقرأه تاع التفسير يقول لك الكلام هذا. تعال تقرأ تفسير الشيعة وش يقول؟ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا بقرة هي عائشة. متى تعرف العرب البقرة تدخل في عائشة؟ ولا بعدين أنتم كما قالوا واحد بكري يقرأ على الشيخ، قالوا فخر عليهم السقف من تحتهم. قالوا أنت ما تسمع ما تشوف، إلا تسمع راني مليت عليك، فخر عليهم السقف من فوقهم، وإلا تشوف راه السقف يكون فوق ما يكونش تحت. قالوا أنت ما تسمع ما تشوف، إلا الشيخ يملي عليك، فخر عليهم السقف من فوقهم. قالوا نعم فخر عليهم السقف من تحتهم. قالوا أنت ما تسمع ما تشوف، السقف يكون فوق وشوف ودنا أنا مليت عليك. هكذاك هما ما يسمعوا ما يشوفوا، أما لو كنت تسمعوا وتشوفوا البقرة اللي ذبحت في عهد من؟ في عهد بني إسرائيل ولا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عائشة وقت جاء يرزق الله. لذلك اللي يقرأ كتبهم هم أجهلوا كما قال العربي، هم أجهلوا من حمار أبيهم. شفت كيف؟ هم أجهل الناس على البسيطة، لأنهم يذهبون ويأتون هم عجم. شفت كيف؟ والعجمي مهما تفصح تبقى ذيك العجمة وتبقى ذيك اللكنة وتبقى ذيك القضية، يعني باينة في أسلوبه واضحة، ماشي كما اللسان العربي الفصيح. والله تبارك وتعالى نسألني أهدينا وفقنا وأن يميتنا على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يميتنا على مذهب الحق مذهب أهل السنة والجماعة، حتى يريدنا إن شاء الله بحوضه الشريف إن شاء الله، ويسقينا منه سقيا لا نظمأ بعدها أبدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلاص مراكم يعطيكم الصحة، صبر وصبر أي